له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة من برنامجكم العالم الآخر، والذي أشرف أن أكون فيه ضيفا في كل ليلة من السبت إلى الخميس على فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. أهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت الأصل ونحن الضيوف. أحسن الله إليك شيخ، بارك الله فيك. شيخ الكريم، تحدثنا أول أمس حول عالم الجن، وكانت الحلقة الأولى منه. في الحقيقة جاءتني اتصالات وجاءتني رسائل، ويعني الناس ما بين متشوق وما بين متخوف. فجاءني سؤال يقول: طيب إيه الحكمة أصلا والعلة من خلق الجن؟ ممتاز. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وقبل أن أجيب على هذا السؤال، أود أن أقول للمشاهدين وللمشاهدات: يجب على المؤمن أن يكون قويا، لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. لأني قلت لهم أن الجن من جن الشيء إذا استثر، وهم مستترون عن الأعين لضعفهم، والحمد لله رب العالمين. أما ابن آدم فهو القوي، لذلك فهو يرعى وكرمه الله جل وعلا، ولقد كرمنا بني آدم. وكيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما مكر البشر حتى ولو كانوا من الكفار، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذا للطمأنينة حتى يعلموا أننا أمام عدو ضعيف. أما عن الإجابة على هذا السؤال، أقول بإذنه جل وعلا: العلة من خلق الجن ذكرها ربنا جل وعلا في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، أي في الظاهر وفي الباطن في السر وفي العلن إلى آخر ما ذكره أهل العلم. ولذلك العلة هي أنهم يعبدون الله جل وعلا. ثانيا، أن الله تبارك وتعالى ابتلانا بهؤلاء. أيوه. والابتلاء هاهنا على ضربين. نعم. إما أن ينجح فيه الإنسان بإذنه جل وعلا، حينئذ يكون من الموفقين، والموفق من وفقه الله رب العالمين. والثاني، إما أن يندثر لسوء سريرته ولسوء ظاهره أيضا، والعياذ بالله رب العالمين. نعم، بارك الله فيك شيخ الكريم. وأيضا وردنا سؤال على شريط الرسائل القصيرة، ولكن كان يعني عرفته بعد اللقاء، يقول: هل سيرى المؤمنون الجنة في الجنة بإذن الله عز وجل على حقيقتهم؟ أي نعم، سيرون الجنة يوم القيامة في الجنة على حقيقتهم. قلت: لأن بين الدنيا وبين الآخرة بون شاسع، وسيكون هناك اختلاف عظيم حتى في الخلقة. يعني إحنا هنا يعني الواحد منا لا يتعدى المترين. أي. أما في الآخرة المؤمن طبعا هيكون طوله 60 ذراعا على هيئة أبينا آدم كما ورد في صحيح البخاري. حتى خمر الدنيا تختلف عن خمر الآخرة. بالنسبة للرؤية طبعا نحن المؤمن هيرى الله جل وعلا في الآخرة، يعني هيرى وجه الله حقيقة، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة من سلف الأمة. ولذلك هل يرى المؤمنون من الإنس المؤمنين من الجن في الجنة؟ نعم، يرونهم حقيقة، لأن الجنة لا حرمان فيها على الإطلاق. سبحان الله، جزاك الله خير، أحسنت الجواب شيخ، بارك الله فيك. طب شيخنا، تكلمنا في اللقاء السابق عن الشياطين وعن الجن. حقيقة. عايزين نفصل القول وبيان الأمور المشتركة بينهما والأمور المختلفة بينهما. ممتاز. أنا هعجل فيها طبعا يا باشمهندس وسام عشان نستثمر. طيب، هناك أمور مشتركة بين الشياطين وبين الجن. الأمور المشتركة تتلخص في نقطتين لا ثالثة لهما. الأولى، أن أصل الخلق عند الطرفين واحد، يعني الشيطان من الجن والجن هم الأصل. وخلقهم الله جميعا من النار. قلنا إن الحديث ورد في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار. ولذلك الشيطان من الجن، والجن جميعا خلقهم الله جل وعلا من النار. من النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يشترك فيها الطرفان، أن الشيطان
فصيل الجن له بداية وله نهاية، أي له بداية حياة وله نهاية وفاة، حتى وإن طلت لأنه من المنظرين، وهؤلاء لهم بداية ولهم نهاية. ولذلك أقتصر على ذلك توقفا بالنسبة للأدلة. أما بالنسبة للأمور التي فيها مفارقة بقى، نبدأ بأول نقطة. بنقول إبليس من المنظرين، إنما الجن أبدا ما هماش من المنظرين. حتى من كتب من علمائنا بأن الجن لهم أعمار طويلة، نقول إن قولك مردود عليك، من أين أتيت بالدليل؟ قف حيث وقف القوم وسير حيث صار القوم، لأن زي ما قلنا إحنا في قناة الحكمة ندور مع الدليل حيث دار ونسير معه أنا سار. إذن الجن هم يشبهوننا تماما في الأعمار وما شابه ذلك، لكن في كنه الخلقة لا. ولذلك إبليس من المنظرين، عايش ليوم القيامة، عايش ليوم يعني ملايين 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 السنين هو عايش. ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، اللي هو يوم القيامة. أما الجن أبدا ليسوا من المنظرين على الإطلاق، يعيشون الحياة العادية ثم يموتون، ويتوالى القوم تلو القوم تلو القوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. النقطة الثانية، الشيطان كافر بالله، خلاص كفر أكبر مخرج عن الملة، ماله كل سلالة الشيطان ومن يتبعه، ومن يتبعه كافر بالله. أما الجن منهم المسلم ومنهم غير المسلم، قلنا دليل له، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والآية الثانية، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. إذن يختلف عن إبليس في هذه النقطة. الثالثة، أن إبليس مخلد في النار، إبليس مخلد في النار. أما الجن منهم الكفر مخلدون، ومنهم عصاة المسلمين، هؤلاء لن يخلدوا في النار. ومنهم الموحدون في الجنة. معي؟ يبقى النقطة جوهرية التي تليها النقطة الرابعة، الشيطان أبى أن يسجد لآدم. الشيطان أبى، يعني رفض أن يسجد لآدم، ولذلك أمر ولم يأتمر. أما الجن فلم يؤمروا بذلك على الإطلاق، ما أمروا بالسجود لآدم ولا رفضوا السجود لآدم، يعني كان الأمر لإبليس دون لإبليس غيره. وحده. نعم. إن الجن كانوا في الأرض. أيوه. أما الشيطان كان مع الملائكة في السماء، ولكنه منهم، ولكنه من جنسهم. نعم. لكن جنسهم. رفعه الله عليهم. نعم. خلاص كده. نعم. النقطة التي تلي ذلك، أن إبليس عليه اللعنة إلى يوم الدين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فعليه لعنة إلى يوم الدين، بخلاف الجن منهم المؤمن منهم الصالح منهم المسلم منهم إلى آخره. النقطة التي تلي ذلك، أن الشيطان أقسم لله أن يغوي الآدميين جميعا إلا من استثناهم الله جل وعلا، بخلاف الجن ما أقسموا على ذلك على الإطلاق، بدليل أن منهم من يضل ومنهم من يضل ومنهم من يكون على التوحيد الخالص. طيب النقطة التي تلي ذلك، أن إبليس اللي هو الشيطان يضل، الأصل له بس وظيفته الإضلال، الإضلال بس. إنما الجن منهم من يضل ويضل، ومنهم من يضل مطلقا. نعم. ومنهم من يهديه الله جل وعلا. خلاص كده. تمام. طيب عندي إبليس له عرش على البحر. إبليس له عرش. الجن ليس لهم عرش. تمام. الجن ليس لهم، ولم يثبت في دليل على الإطلاق. أنا أتوقع أن حد هيسألنا، طيب أنهي بحر اللي عليه عرش إبليس؟ ممتاز، هنتعرض لها في عرش إبليس. طيب. أن إبليس له عرش على البحر، وقيل على الماء، بخلاف الجن ليس لهم عرش، ولم يأتي دليل يقول بذلك على الإطلاق. نعم. طعام الشيطان كل ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. إله. أما الجن منهم المؤمن لا يأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. خلاص كده. الشيطان من حديثه صلى الله عليه وسلم في الصحيح يأكل بشماله ويشرب بشماله. طب الجن المؤمن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، وليس ذلك مقاسا على كل الجن. طيب عندي غير كده، الشيطان يكون حقيرا في يوم عرفة. صح. ذليلا حقيرا باكيا صارخا لاطما في يوم عرفة. بخلاف الجن المؤمن بيروح يحج مع الحجيج في يوم عرفة. معايا كده؟ طيب عندي إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله درات، يخرج صوت من الدبر ويجري، بخلاف الجن المؤمن إذا نودي للصلاة اتجهوا إلى المساجد لتأدية الصلاة. ومنهم من دون ذلك. عندي الشيطان له راية وله معركة كما في الحديث الصحيح. نعم. له راية ينصبها في الأسواق ومعركته في الأسواق. بخلاف الجن منهم الصالح ومنهم من لم يذهب إلى هذه الأماكن، ومنهم من ذهب قال الأذكار، شأنه في ذلك شأن البشر. طيب عندي بعد ذلك نقطة بغيت لهمي، الشيطان شر محض لا يرجى منه خير، بخلاف الجن يرجى منهم الخير ومنهم الشر في هذه النقطة.
طيب إبليس كان في السماء ثم أهبط إلى الأرض، الجن لم يصعدوا إلى السماء طرفة عين. معايا كده؟ معاك. طيب بقى عندي الشيطان خوطب بالوعد والوعيد، بالوعد والوعيد لأنه إلى جهنم. أما الجن فخوطبوا بالترغيب والترهيب معنا. طيب عندي آخر نقطة بقى، الشيطان لا توبة له. له توبة؟ لا ملوش توبة. الشيطان لا توبة له. الجن حتى وإن أشرك حتى وإن كفر وأراد العودة له توبة. ما شاء الله. صح نعم صح؟ صحيح. هذه النقطة. بارك الله فيك شيخ. احنا محتاجين تفصيل بقى عن شياطين الإنس بعد ما عرفنا شياطين الجن، ولكن اسمح لي أتلقى هذا الاتصال هاتفي أول. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام فكرة. أهلا وسهلا. والله بحيي الشيخ الزغبي على هذا البرنامج الجميل. تفضل يا اخي. كان عندي عدة أسئلة. تفضل يا اخي. والله اول سؤال بسأل، هل الجن في مسلم وفي كافر، هل الجن الكافر مسيطر على الجن المسلم كما نحن كما في الواقع بتاعنا؟ ده سؤال سياسي كده. والله لا احنا مالناش دعوة بالسياسة، انا بسأل والله ماليش دعوة بحاجة يعني. طيب ماشي جزاك الله خير. ثاني، هل مثلث برمودا مرتبط بشيء من الجن او بعرش الجن؟ حاضر. طيب والله كان عندي رغاء جدا. تفضل يا اخي. برنامج الشيخ اشرف الفيل اللي بيجي في معاد صعب جدا، واحنا بنحب كل الناس اللي بتيجي على القناه ديت وعايزين نتابعهم بفروق الصبر يعني. نعم. فبالله عليك تعمل لنا لقعه عادل. حاضر نفعل ان شاء الله. بارك الله فيك. حاضر يا اخي جزاك الله خير، شكرا جزيلا. شيخنا الكريم، هل تحب ان تجيب على مساله هل الجن الكافر مسيطر على الجن المسلم كما هو حال مستضعف المسلمين الان؟ هذه لم يصل فيها دليل، ولكن اود ان اقول له معلومه صح وقفها على عبد الله بن عمر لما تذكرته الان، ذكرها ابن كثير. أيوه. في البدايه والنهايه. ان ابليس لماذا صعد الى السماء؟ بسبب ما حدث من الجن الكافر وتطاول الجن الكافر الى اخره، فارسل الله الملائكه بقياده هذا مع الجن المؤمن لقتال هؤلاء حتى طردوهم الى جزائر البحور، يعني ارضا كانوا مسيطرين وكانوا مجرمين، ما انت عارف يعني. أيوه. وقليل هم بالنسبه للمؤمنين يعني، ودائما على الخير هم القله، وياتي النبي يوم القيامه ومعه رجل واحد، وياتي النبي وليس معه احد، دي حقيقه. انما هل نقطع بذلك في عصرنا هذا؟ هذا ما لم نقطع به. الله اعلم يا بارك الله فيك. طيب هنتكلم عن مثلث برمودا. مثلث برمودا طبعا شفت كتب صفرة صعدت وكتبت في هذه الامور. وانا بحذر المشاهدين بالذات بتوع الحكمه والاخوه اللي على فهم صحيح، كل هذه اكاذيب، اكاذيب من نسج الخيال للبيع والترويج والحصول على الاموال. بارك الله فيك. طيب كنا بنتكلم بعد ما استفدنا عن الجن والشياطين. محتاجين بقى تعليق على شياطين الانس. حاضر. هو ربنا بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. ربنا قدم شياطين الإنس على شياطين الجن. نعم. لعتوهم وشدتهم وإجرامهم. عدو الجن اللي هو شيطان الجن يا باشمهندس وسام، لما يجي كده يوسوس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيجري. شيطان الإنس حتى لو قرأت عليه القرآن من ألفه إلى يائه لازئ بالله لازئ. هذه وعند رواية أوردها أحمد في مسنده، وذكرها الإمام العلامة الحافظ ابن كثير في تفسيره في المجلد الرابع في تفسير هذه الآية، عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال دخلت المسجد يعني على النبي صلى الله عليه وسلم فجلست، فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصلي. فصليت. قال أصليت؟ قلت نعم. قال استعذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قلت وهل في الإنس شياطين؟ قال نعم. أدي رواية معي وهي حسنة. عندي قول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الناس. لما بقول في نهاية من الجنة والناس في سورة الناس. نعم. طيب هو في البداية إيه؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من إيه؟ من شر الوسواس الخناس. قال الحافظ ابن كثير والوسواس الخناس هذا من الإنس ومن الجن. هو من ولذلك أمرنا بالاستعاذة بالله منه، من الإنس ومن الجن. نعم. يعني إيه الوسواس الخناس؟ يعني واحد بيجي الجن يسيطر قده ويقعد إيه يوسوس الإنسان بالشر والعياذ بالله. يعني يقعد يقول له مثلا، خلى واحد معدي عليه قال له السلام عليكم، وقالها شوية بفطور قال له شوف اهو متضايق منك كرهك ما بحبكش. واحد ثاني نسى او عنده غفله اهو ده فلان يبقى بيكيد لك وما شابه ذلك. كذلك الشيطان الانس قاعد جنبه، شفت فلان شوف باصص لك ازاي انا اللي فاهمني، يبقى عد واحد ثاني شوف فلان ده مش معبرك ده كيد، هذا شيطان جني وهذا هو شيطان انسي، ويتلاقى الاثنان في الاجرام والوسوسه. نعم. بارك الله فيك شيخ. طيب ممكن اتلقى اتصال؟ تفضل. طيب السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله. معك فتح عرفات المنصورة. أهلا بيك يا أخي. أولا تحيات المنصورة خاصة، وتحيات دي مشلت لفضيلة الشيخ محمد الزغبي. جزاك الله خير. الحمد لله.
أولا يا أستاذ وسام أشهد الله تبارك وتعالى أن معكم موسوعة علمية فقهية عقائدية تفسيرية، هو الشيخ محمد الزغبي جزاه الله عنا خير وعن الإسلام خير. الحمد لله. هذا الموضوع الذي تتكلمون فيه إنما هو موضوع شيق وجميل، ولكنني أطلب من أستاذنا فضيلة الشيخ الزغبي أن يركز على الوهم في هذا الموضوع، لأن الشعب أو لأن الأمة الإسلامية بطبعها يعني تخاف، فيجب أن يركز على الوهم في هذا الموضوع، وهو أستاذنا جميعا. تسلم، الله يجزيك خير. لتسمح لي يا أستاذ وسام أن أقدم أربعة أبيات كتبتها للشيخ الزغبي. تفضل يا أخي. تسمح لي في ذلك؟ طيب تفضل يا أخي. تفضل. كتبتها باسم الشيخ محمد، حرف الميم والحاء والميم والدال: من راحتيك شفاء للأولى سقم، من الجهالة في البيداء والتيه، حظيت بالمجد لما كنت مرتحلا عنا، وجئت لهذا المجد تعليه، من يعلو مع الأيام منزلة إلا أولو العلم في شتى نواحيه، دلائل الحب والإخلاص نبعثها شعرا هذا بعض ما فيه، وجزاكم الله خيرا، وثبت هذه القناة العقائدية على وثبتها بإذن الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، وأشكر لك هذه المشاعر الطيبة، وأرجو أن تترك رقمك مع أخواننا في غرفة الكنترول. بارك الله فيك، نحبك كثر يا شيخ محمد. أنا أقول لفضل الشيخ: ترابكم على رأسي. الله يحفظك. ترابكم على رأسي والله. أحسن الله إليك شيخ. طيب نعود لموضوعنا الشيق، الجن والشياطين. نعم. الجن يا شيخنا خلقوا من النار أو من مارج من النار. صح. وعذاب الدار الآخرة هو النار. أي نعم. فهل الجن يعذبون بالنار؟ أي نعم. الجن يا باشمهندس وسام لهم جنة ولهم نار ما داموا مكلفين. نعم. الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما دام قد أمرنا بالعبادة، يعني أمرنا الله جل وعلا بالعبادة جميعا، إذن لنا جنة ولنا نار، للعاصي النار وللطائع الجنة. هل يعذبون بالنار وهم خلقوا من النار؟ نعم. كيف وأن ذلك؟ نعم. أهل العلم يقولون أن الإنسان خلق من الطين. ورغم ذلك لو أتيت بحجر عظيم، الحجر أصله من الطين، حتى لو بقى حجارة ضخمة لأنه وضع على النار وصار في هذه الصورة، لو أتيت بهذا الحجر العظيم وضربت به الإنسان لعذبته عذابا ما بعده عذاب، بل تقتله. نعم. وهو من الطين وعذبته بالطين، وما دام الطين يعذب الطين فالنار تعذب النار، والقادر على ذلك هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. هل لهم جنة؟ اختلف أهل العلم. الرأي الأول يقول بأن طائعهم لا يعذب، بس كده، يعني الفجر منهم الكفرة لهم النار، إنما الطائع خلاص مش هيتعذب وخلاص، يعني ملوش جنة. وهذا رأي ضعيف لا نجنح إليه ولا نميل إليه ولا نقول به. الرأي الثاني أن لهم جنة ولهم نار لأنهم مكلفون. وهذا له دليل لقوله جل وعلا، يعني في سورة الرحمن، وهذا ما يثبت ذلك عند الجميع: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال العلماء: واردة في الإنس والجن معا. ولذلك تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الجن أيضا. نعم، بارك الله فيك شيخ. طب هل هناك صور معينة في العذاب في النار يختص بها الجن دون الإنس؟ لم يرد دليل على الإطلاق يقول بذلك. لم يرد دليل على ذلك. نعم، بارك الله فيك شيخ. طيب احنا تكلمنا عن عرش إبليس وقلنا أنه على الماء، فهل له موضع معين؟ وسؤال ممتاز. أنا عايز أجمع الروايات الصحيحة الأول. تفضل. أنا عندي خمس روايات بس هي الصحيحة في قضية عرش إبليس، يعني عاد تبحث في كل المراجع هذه وجدتهم خمسة. طيب باختصار هجيب الشطر اللي احنا محتاجينه، بس مش هجيب الروايات لو إلا ما يكفي الوقت. الشطر أولا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد بقول له إيه؟ ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. أول حاجة وجده فين؟ على الماء. على الماء. قال: صدق ذاك عرش إبليس. يبقى قال له أول حاجة نركز فيه على الماء عشان مش هيدي يركز معنا. أرى عرشا على الماء. طب الرواية الثانية: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على البحر. على ايه؟ البحر. البحر، ما قالش هنا الماء، ما هو البحر والماء. بس هنا شوف الصيغة، ننظر بس لاختلاف الصيغ: أرى عرشا على البحر, على البحر. الرواية الثالثة: أرى عرشا على البحر وحوله الحيات والأفاعي.
اللي هم الشياطين والجن بتوعه. الرواية الرابعة أرى عرشا على الماء أو البحر، وردة كده بالمتن بالحرف، والإخوة طلبة الحديث يراجعوا ورايا، أرى عرشا على الماء أو البحر. الرواية بقى اللي في صحيح مسلم إن إبليس له عرش على الماء وفي يضع عرشه على الماء. يبقى أنا عندي خمس روايات، إذن عرشه على بحر، عرشه على الماء، عرشه على البحر أو الماء، المهم يبقى في النهاية هو البحر. دي حتى ما ننظر لحديث النبي، أول حديث ورد في بلوغ المرام الكتاب الفقهي، قال صلى الله عليه وسلم في البحر، على اعتبار الحذف هو النبي كان في البحر ما كانش في البحر. إذا سئل عن سؤال في البحر فقال فيه، والحديث من طريق أبي هريرة قال هو طور ما والحل ميتته. كذلك هنا إما بنقول يبقى يحمل على أن العرش هذا على بحر. قال العلماء والبحر هو ما كان ليس بعذب الماء ولكنه ملح الماء، ملح الماء، ملح الماء، البحر العظيم المالح عرشه إبليس عليه. هل حددوا البحر بعينه؟ بعضهم طبعا تكلم هو البحر كذا والبحر الفارسي والبحر العربي الخليجي وهو كيت وكيت، كل هذا لم يرد به دليل قاطع على الإطلاق. هل يحتمل تعدد العروش؟ هل يحتمل؟ هذا أمر وارد. هل يحتمل تنقله؟ هذا أمر وارد، بدليل النبي لما يقول في صحيح مسلم يضع عرشه، ما دام بيضع ممكن ينقل معايا زي كده، فهو ممكن ينقل هو شطان بأشطان. نعم، ما عادة أي كبير قوم بيكون له عدة إقامات زي الطائفة الأحمدية. الله يخرب بيتهم. الله المستعان. طيب الشيخنا، هل هناك علة أن يكون هذا العرش على الماء؟ أي نعم، حتى ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري، قالوا أراد أن يتمثل وأن يتشبه اللعين بالله جل وعلا سبحانه وتعالى، لأن الحديث في صحيح البخاري يقول إيه؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، دي رواية البخاري. أيوه. كان الله ولم يكن شيء غير، الرواية الثانية الصحيحة كان أيضا، كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء. فهذا اللعين أراد أن يتمثل بالله جل وعلا وأن يجعل عرشه على الماء أيضا على البحر. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب نتلقى اتصالا. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو خفض صوت التلفاز. السلام عليكم. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أيوة أخي، عليكم السلام، نسمعك. أيوة يا شيخ، هذا أستاذ أسامة. تفضل يا أخي، الله يحفظك. بس والله كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ على أول امبارح في أخت سألته، قالت له إن الجن ساعات بيمنع الحمل. فهو قال إن في وصفة، هو قال إن في وصفة يقولها، لأن هو كان قالها 27 واحد ونجح. أيوة يعني الحمد لله. صحيح، فاحنا كنا عايزين نعرف. سياتي ان شاء الله سياتي. وعلى فكره الوصف مش عندي، ده خلص سيوطي رحمه الله. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. سياتي ان شاء الله هذا الكلام في هذا الامر. هل هناك سؤال اخر؟ طيب شيخنا الكريم، تفضل. كثيرا ما نجد في الحديث عن الشيطان من رسام الكاريكاتير او كثير من الناس يحط صوره كده للشيطان عليها قرنين. نعم، هل في اي دليل عن الشيطان ليه قرنين؟ قبل ما اجيب لك ردي، يعني فيه طرفة بالنسبة للقرنين والشيطان. تفضل. في واحد طرقي، احنا دايما بنحارب الفكرة الطرقي هذا. نعم، يعني دايما يقول لك ايه ده فلان لقوه في الحجاز وهو هنا، وفلان لقوه في الحج وهنا. زي ما علق عليهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ان الواحد منهم انه يقول لك انه بروح عن طريق الشيطان، ورغم ذلك انه بيعبر الميقات بدون تلبيه وبيروح، ولا في اي اركان الحج بتؤدى على الاطلاق. مش دي الخلاصه. الخلاصه الطرقي دي نام ونفسه يعمل زي دول، يلاقي نفسه عشان له ايه ده كان هنا وشفناه في الحرم. اما هنا انت عارف هم عايشين على الاوهام دي. فهو نام الشيطان قام جاي له بالليل، ما هم مش كلهم شياطين ومعهم الشياطين، اي حي وكل دي تقليب. فالشيطان جاء له بالليل، هذا طرفة ذكرها العلماء. فلما جاء له بالليل بقى هو نايم جنب زوجته في الحلم كده، قال له انت عايز تحج تبقى في عرفه وانت هنا؟ قال له قال له اركب ظهري. قال له هتعبك. قال له اركب ظهري ما تقلقش. قام راكب على ظهره. طبعا الشيطان ايه جنبه، هو ما اتحركش على الاطلاق ولا ركب ولا اي شيء، لكن بيهمه في الحلم انه ركب ظهره وقعد وده كاين هيك، فكر انه فعلا طاير في الجو. فالزنق قال له في ايه؟ قال له عايز اقطع حشت، عايز اعمل بول. قال له اعمله، اعمله على ظهري. قال له هتعبك. قال له انا واخد على كده هو نايم مكان. قام عامل على نفسه وبتاع، قام الشيطان زغت زوجته جنبه. اصحي، صحت فزعت، لقت زوجها قاعد ياخذ حشته على نفسه وعلى ايه. قلت له في ايه في ايه؟ قال لا قال لي في ايه؟ قالت له انت جنب على السرير. هو فاكر انه راح الحرم. هو الشيطان له قرنان. نعم، له قرنان. نعوذ بالله من الشياطين. له قرنان. ربنا بيقول ايه؟ انها شجره تخرج في اصل الجحيم. ربنا بيعقب يقول طلعوها
كأنه رؤوس الشياطين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين رغم أننا ما رأينا رؤوس الشياطين قط. يبقى ربنا اللي أثبت ذلك. طيب النبي بقى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، الحديث في الصحيح معي. طب نيجي أكثر من كده، الحديث في الطبراني رجعت له في الكبير من حديث عبد الله بن عمر، الطرق دي كلها من طرق يعني عن عبد الله بن عمر، أنه صلى الفجر والتفت فقال اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا. فقال رجل وعراقنا يا رسول الله؟ قال منها تخرج الفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. أنا عايز إخوة العراق ما يزعلوش مني، أنا بحبهم حبا جما، هوضح المعنى. الرواية الثانية أيضا أنه صلى الفجر والتفت قال اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في حجازنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا. قال رجل وعراقنا يا رسول الله؟ قال منها تخرج الفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. الرواية الثالثة أنه التفت فدعا فقال رجل وعراقنا يا رسول الله؟ قال منها يطلع قرن الشيطان ومنها يخرج 9 أعشار الشر. الحديث صحيح 9 أعشار الشر. طبعا العراقيون من أهل السنة أفاضل وأطهار وأبرار وأنقياء وأتقياء، لكن الملحم اللي هتيجي عليهم سواء يعني فتنة الدهيماء أو فتنة السراء وكلام ده طبعا مش ده وقت والكلام ده، هي اللي تخلي هذه الأمور تظهر. والطوائف اللي بتمد من قبل دولة مجوسية ولازالت على الفكر المجوسي وتدعي الإسلام وتمولهم وتساعدهم وتعطيهم أسلحة لقتل أهل السنة، طبعا خلوا الأرض دماء متناثرة في كل مكان، وأصحاب الفكر الباطني الخبيث الإجرامي من المرتدين هناك طبعا بتمويل خارجي من كفرة بيفعلوا هذه الأفعيل. فوالعياذ بالله رب العالمين الشيطان ما يلاقيش أحسن على الإطلاق، وظنوا النقل العرش بتاعه هناك ما يلاقيش على الإطلاق وقارنه بقى يبقى هناك كده. لكني أسأل الله أن يحفظ الموحدين من أهل العراق وأن يبارك فيهم وأن يجعل الأمن والأمان في ديارهم وفي أجسادهم وفي أبدانهم ولأولادهم بإذن الله. بارك الله فيك شكرا كريم. لكن حضرتك ذكرت أن مر له قرن ومر له قرنان. نعم. لكن أنا بتكلم على الصورة اللي هي بتجدها على معظم لا وهمية وتحولية. قرنين يعني محمد صغيرين كده احنا قلنا الشيطان لا يرى. ايوه. ولا يستطيع احد ان يقول اني ارى الشيطان لابن فاسق كذاب لا يعتد بشهادته. لكن هل هناك اختلاف بان احنا مره في حديث في قرن ومره في حديث في قرنين؟ دي بيبقى على اعتبار الاضافه ولا على اعتبار الحقيقه؟ نعم. لولا الوقت ما يكفيش كنت ضربت مثل عقدي. طيب يا شيخنا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب يا شيخنا بالنسبه للمساكن الجن أين؟ هيخاف. طيب هنقول بسم الله. نقول بسم الله قبل ما. هو أضعف أضعف. نقول نعوذ بالله من الشر الجن. لكنه أضعف أضعف ما يكون. أضعف شيء خلقه ربنا إنهم يفرخون منا. يعني بيخافوا منا جدا جدا جدا. بس هي في ناس تلاقي عندها ضعف إيمان وهزة وبتاع وكلام من ده. هو أولا مساكنهم أول شيء البيوت والدور. ويسكنها العمار. معي. النقطة الثانية. مناطق لا تسمى بالحمام والحشوش. يعني أماكن الخلاء الناس بتقضي فيها الحاجات والأماكن الصحراوية البعيدة النائية والتي ليست فيها نظافة ولا طهارة. النقطة الثالثة الجحور. الجحور واللي ورد فيها معايا كده. أول نقطة لما بقول مثلا الدور والبيوت، الدور والبيوت ما يكون فيها هم عمار البيوت، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم العامرة اللي هو اللي احنا بنقول عليه الحية أو الأفعى كما حدث لهذا الأنصاري الشاب وقتل بسببها، فآذنوها، وفي رواية فحرجوا عليها 3 وإلا فإنها كافر فاقتلوه، وفي رواية جن كافر فاقتلوه. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله وإذا حرجت عليها 3 ولم تخرج فإنها ليست من العوامر، قال بالنص كده في صحيح مسلم فإنها ليست من العوامر، مش من سكان المكان، من الجن. يعني تكون حية حقيقية، تكون حية حقيقية أو جن كفر نقتله. ما هوش مسلم عشان نأذنه، ما احنا بنأذن المسلم بس حتى لا نؤذيه. خلاص كده. وقال مجاهد رحمه الله وما من بيت إلا والسقف فيه فيها عوامر، حتى إذا وضع القوم طعامهم وشرابهم تغدوا وبهم صرف الله عنهم الشر. وعلى فكرة ما نقول أكل الجن ما بيجي يأكل وكذا، ما انت لو حطيت الحب والبتاع وتعد ما في نقصان على الإطلاق، لكن كنه طعامهم يختلف عنه يختلف عن كنه طعامنا. إذا كانوا بصورة متشبهة يأكلون كما نأكل،
لكن على صورتهم الحقيقية بلال النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كل عظم ذكر اسم الله عليه خلاص كده. نعم. وجعل البعر بالنسبة لدوابهم إذا ذكر اسم الله عليه. ولذلك قال بعضهم من أهل العلم هم يأخذون مواد وأشياء في العظام وفي الطعام يتناولونها نحن لا نعلمها. ربما بياخذوا غازات ربما بياخذوا كيت لأن مادتهم تختلف عن مادتنا احنا. احنا بناكل أكل يتهضم وبعدين ينزل وبعضه يتحلل يبقى دم وما شابه ذلك. لا هم غيرنا تماما في هذه الصفة على الإطلاق. المهم وعوامر البيوت يعني مش عارف يعني بعد السؤال هذا أجيبها ولا دخلها خلينا عشان في سؤالين تانيين عن العمار هسألك طيب حضرتك حاضر. عليهم نعود للأماكن الأخرى حاضر. احنا قلنا الدور والبيوت ثم يبقى دي الدور والبيوت التانية أماكن اللي بتسمى أماكن الحمامات والحشوش دي بتسكنها الشياطين مش الجن المؤمن على الإطلاق الشياطين تتكاثر فيها لأنها تميل إلى النجاسات وتميل إلى القاذورات وتعلم تماما أن الذي يوجد بهذا المكان قل أن يذكر الواحد الرحمن سبحانه وتعالى قليل جدا. ليه؟ لأن المؤمن بطبعه نظيف يميل إلى النظافة أما ما دونه والعياذ بالله جل وعلا حتى ما يهمه أن تناثر البول على آخره حتى ولو ادعى أنه من الطبقة اللي هي كيت إلى آخره ولذلك هذا مكانهم وفيه وردت أدلة كثيرة وظواهر ونقل لنا أهل العلم فيها الكثير. الثالثة بقى باشمهندس وسام الجحور أي. وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله في فتويه في هذه المسألة أن سعد بن عبادة لما فعل بجحر كذا قتله الجن بسبب هذه الفعلة يعني كانوا ساكنين في هذا الجحر. أما الحديث الذي ورد بوجود الجن في الجحور حينما عدت إلى رتبتي وجدت الحديث ضعيفا لكن صح أنهم يسكنون أيه كيف قتل سعد من الجن؟ حتى صنف فيها قالوا أنه يعني وطأه وقضى حاجته عليه فاغتاظوا لذلك غيظا شديدا فقتلوه. دي بتبقى نفخة خنقة وما شابه ذلك يترتب عليها موت بعد ذلك بإذن الله جل وعلا حول القتل إلا بالله. طيب نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. طيب ماشي نعود إلى أسئلتنا. طيب بالنسبة لموضوع العمار يا شيخنا عايزين نتكلم عن صور العمار في الدور والبيوت طيب. من الجن أنا هجيب الصورة الليلة بس أنا بقول للناس هم أضعف ما نتخيل وعندنا آية الكرسية حصن المسلم وأي حصن وعندنا معوذتين عندنا شيء عظيم جدا عندنا أسلحة نعم. فأنا ما جيب أول نقطة الله يعزك يا باشمهندس وسام ذكرتني قصة شاب الأنصاري اللي جه طبعا وقتل الحية فلا يدرى أيهما أسرع موتا اضطربت معاه قتلته في الحال لأنك جن مسلم وهو أذاها. النقطة الثانية أتينا بالأدلة الواردة من الصحيح في الحلقة الماضية نجيب الجديد بقى بالنسبة للعوامر اللي في البيوت. هذه رواية ذكرها صاحب أكام المرجان وحينما عدت إليها بالنسبة للسند ما رأيت فيها ذرة من جرح. ابن عقيل يقول أنه سمع عن دار مش نسبوها إليه كذب وقيل هو العخيلي سمع عن دار الدار دي قالوا كلما دخلها أحد واستأجرها خنق وقتل يتقتل على طول. أنا بوضح المشاهدين بالعمية عشان برضو ما دخلهمش في الدار دي كانت عجيبة جدا كل اللي يستأجرها ويسكنها يموت يتخنق ويموت. فجاء رجل مقرئ الراجل حامل كتاب الله جل وعلا بس مش مقرئ مبتدع ولا مقرئ جاهل ولا مقرئ حتى بيفهمش حتى معنى البسملة لا مقرئ يعني هنا حامل القرآن بين العلم والحمل هذا الرجل استأجرها فدخلها فقضى فيها مدة ثم تركها. قال فسألته ما الأمر شفت هنا إيه احكي لي حكاية الدار دي. قال والله قد استأجرتها ودخلت فيها دار بعيدة ونائية. وعلى فكرة أنا بدي للمشاهدين وصف الدور دي بيبقى كان فيها زمان البير في وسط البيت يفحروا بير عشان المية بتاعتهم ما يروحوش يفحروا عمق البير يطلع له المية ياخذ المية كل يوم فبقول فسكنتها فجيت بقى بالليل وأخذت أقرأ القرآن. أنا قاعد أقرأ القرآن رأيت شابا خرج من البئر ودخل علي البير مية ده خارج طالع من جوه المية مش مبلول للعاج ودخل علي فهبته. قال لا تخف علمني القرآن أريد أن أتعلم منك شيئا من كتاب الله جل وعلا. هذا مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم هو قال فعلمته شيئا من كتاب الله فأخذ يطلو ويقرأ. فقلت له ما قصة هذا البيت إيه اللي بيحصل البيت ده بيحكوا عنه كذا. قال نحن قوم مسلمون نصلي ونصوم ونعبد الله جل وعلا وهذه الدار ما سكنها إلا الفجر من الفساق كل يوم يجيبوا معهم الخمور
والعياذ بالله رب العالمين يجيبوا برضو أهل المجون يفعلوا بها المعصية ويشربوا الخمور فيؤذوننا فنخنقهم فنقتلهم. ولذلك النبي علمنا في الأذكار في الحديث الصحيح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه اللي هو خنقه اللي هو الخنق اللي بيؤدي إلى صرع أو موت. طبعا كل شيء بإذن الله جل وعلا. قال فنخنقهم فنقتلهم. قال فقلت له إني أهابك ليلا، أنا بخاف منك لما تجي بالليل، فهلا أتيتني نهارا؟ حتى الشيخ خايف هنا، قال له تعالى بالنهار. قال فأخذ يأتيني بالنهار حتى تعودت عليه، خلاص ما عادش في مشكلة بيني وبينه. أي. يجي لي وحفظه كل يوم قرآن. قال فبين هو معي في ليلة إذ مر على البيت مار وهو يقول أنا الراقي اللي بيرقي من الدبيب ومن الحيات والأفاعي ومن الجن، يعني بفلوس بيسترزق كده ماشي شوف اللي بعزمه ويمشي له هو ده. فالجن بقى الشاب الجن بيقول له ما هذا؟ قال راق يرق هذا معزم، حتى بيروح عند أكام المرجان هذا معزم بالتجديد مع الكسر. قال اطلبه، ما يعرفش يعني ايه معزم الحاج، اطلبه. فدخل أما الرجل ده لما دخل عايز يشوف شغله، فأخذ يعزم يرقي. قال الإمام فرأيت الشاب الجنية قد صار أفعى وتعلق بالسقف، تحول بقى إيه حية وأم يتعلق في السقف فوق. قال وهذا يعزم فضعف هذا ثم سقط على الأرض. فأراد المعزم أن يحمله وأن يضعه في الجوال، ياخده يحطه في الشوال بقى ويخرج به. قلت لا. قال أتمنعني من صيدي؟ ده صيدي. قال فأعطيته دينارا وقلت خلي عنه، فأخذ الدينار وخرج. قال فانتفض الجني وخرج، يعني بقى شاب تاني، الصور بشكل إيه شاب، لكني رأيته ضعيفا نحيفا نحيلا تأثر. قال أمرضني هذا وربما لن أفلح بعد اليوم أبدا، أموت خلاص قتلني باللي قالوا علي. وكان يقول كلاما غير شرعيا؟ لا ندري. نتوقف. شو بقى باشمهندس سوزان؟ قال لكن يا هذا إذا سمعت صراخا فاترك المكان بسرعة. ليه؟ لأن خلاص أنا اللي كنت معاك، غير هيجي يؤذيك، لا يفرق بين هذا وذاك. قال فلما جاء الليل سمعت صراخا ونعيا، سمع صراخ جاي من البير بس مش عارف ده إيه. قال فتركت الدار. معي؟ نيجي للثانية بقى حاضرة، واحد يقول لك إيه تحكي عن حاجة بقالها كذا سنة. يجيب بقى حصلت بقى في المملكة العربية السعودية، والإخوة سجلوا دي على شريط فيديو وجابوها للكويت. يعني كان في ولد كوري، هذا الولد الكوري مسجلة على شريط فيديو. الإخوة السعوديين الحين يتابعوني وأكيد شافوها يعني معظمهم. هذا الولد الكوري كان بيعمل في السعودية. الولد هذا كان ساحر، معاها اثنين قولوا الأب ده ظهرهم طبعا عمر في المكان وكيت لغاية ما تعرفوا عليه. هو كافر طبعا وليس بعد الكفر ذنب، بدأ يتعامل مع العاملين دولا خلاص واشتغل بهم بقى. شوف ايه سبب اسلامه. قال كنت اتعجب اذا ما اذن المؤذن الله اكبر فر الاثنان، انادي عليهم مفيش، امر مفيش، اقول اي حاجه ان هم يتوقفوا مفيش، فر الاثنان. بعد ما ينتهي الاذان وتنتهي الاقامه بقول الاقي الاثنين جايين هزالة ضعاف نحاف يرتعد الواحد منهم. اسالهم ايه اللي باثر؟ قالوا هذا الاذان يقتلنا، هذا الأذان يقتلنا. قال مرة ثانية وثالثة وكت لما اشتد الضعف من شدة سماع الأذان. قال حينئذ أصبحت لا أستفيد، خلاص الضعف خالص بقوا مفيش. من سبب إيه؟ ما انت عارف المملكة العربية السعودية فيها خير، قرآن هنا وأذان هنا وكيت. حينئذ تركت الاثنين وعلمت أن الحق في دين الله جل وعلا، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب أنا أتلقى هذا الاتصال وعندي أسئلة مرة أخرى على هذا الأمر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخفض صوت التلفاز يا أستاذ عصام وتكلم. أكلم الشيخ إن شاء الله. الشيخ يسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة الشيخ. أهلا وسهلا. إن شاء الله كنت بكلم حضرتك، بس أولا جزاك الله خيرا عنا وجعل كل ما تقول في ميزان حسناتك إن شاء الله، ربنا يبارك فيك. تفضل يا أخي. إن شاء الله كنت لي عند حضرتك بس استفسار. حاضر. أنا بالنسبة متجوز بقالي 7 سنين. نعم. وزوجتي يعني ما لهاش رغبة في نقطة الجماعة خالص، وهي مطيعة ليا في الموضوع ده تماما، بس يعني شيء لا إرادي، هي غير راغبة في الموضوع ده تماما. وكان حصل حمل مرة، كان حمل خارجي خارج الرحم، والأطباء كلهم قالوا ما لهوش سبب.
فهل ممكن ده يكون بداخل مثلا جن او كده؟ وهي في مرة وهي نايمة كانت شافت حية قدامها تفصل بيني وبينها على السرير. صحيح. طيب هيأتي ان شاء الله الجواب في وقته، بارك الله فيك. في سؤال اخر؟ طيب شكرا جزيلا. شيخنا بالنسبة للعمار، حضرتك ذكرت قصة الجن الذي تحول الى حية وكده. طيب هل يعني هو قال في القصة انهم يأتون بمعاصي فيضايقوننا فنخنقهم، هل هذا يعني يصح منهم؟ لا طبعا ما يصح، هذه غشومية في، ولكن بنقول جهل وعدم علم وافي، بدليل انه علمني شيئا من القرآن مش عارف حتى في القرآن. مسلم زي عندنا، ممكن تلاقي واحد مسلم في الشوارع السوقية وتلاقي بيسبب الدين، واحد مسلم ما احترامني، وتلاقي ماشي ما عنده احترام لمشاعر الناس ولا الاذان، واحد مسلم ماسك لك سيجاره في نهار رمضان واسمه مسلم. في جهل كتير طبعا وغشمه وكده، هذا من القبيل يعني. لكن بشكل عام الجن فيهم نفس صفات البشر، نفس صفات البشر، المحسن والصالح والفاسد والعالم والطالب العلم كل شيء. طيب نتلقى اتصالا اخر. ماشي، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. لا اسمع يا استاذ محمد. ايوه ايوه اتفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا بيك. ازيك يا استاذ اسامه؟ اهلا بيك يا اخي، اتفضل. كنت عاوز اسال حضرتك، هل الشيطان فعلا موجود في رمضان ولا 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 مش موجود خالص؟ طيب، ولا في بعض الشياطين الصغيره بتبقى موجوده؟ ده الكلام اللي انا سمعته يعني. نعم. طيب ماشي. وهل لو انا في مثلا سرقه حصلت، هل ينفع فعلا اروح لحد يعرف مين اللي سرق عن طريق الجن وحاجات كده يعني؟ ولا ده حلال ولا حرام يعني؟ طيب شكرا لك، تفضل يا شيخ. وطبعا الشياطين موجوده، كلمه موجوده هي موجوده، لكن حال الله بينها وبين ما تريد من شر بالنسبه للموحدين، كما قال ابن عثيمين من وصفدت الشياطين، ده معنى التصفيد. لكن حكيت جن صغير وبتاع وكلام دي، ده كلام محترم يعني، كلام يعني اناس يعني ما قرأوا شيئا في العلم الشرعي. نعم. إذن هم موجودون لكن مصفدون، حال الله بينهم وبين ما يريدون من شر من اسم الموحدين. النقطة الثانية على الأخ سالي، اللي هو واحد حصلت سرقة، فهل ممكن؟ لا يجوز، لا يجوز على الإطلاق. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا ما ندين لله به. طيب شيخنا، البعض بيسأل في مسألة تصفيد الشياطين في رمضان. طيب ما الشياطين مصفدة ولكن الناس على المعصية زي ما هي، والنساء غير محجبات. صح. أنا لسه بقول لحضرتك، فيه شياطين الإنس. أيوة. وشياطين جن، وشياطين الإنس مقدمين على شياطين الجن. يعني الشيطان الإنسي ده مش مصفد في رمضان، بدليل ماشية هي كشف شعرها، كشف رجليها، ماشية بنطلون، ما كيت، ماشي يشرب سيجارة في الشارع، ماشي مجرم، ماشي يسب الدين إلى آخره. ثانية، حتى ولو صفد الشياطين بقي الهوى. يعني الإنسان ده مزاجه، بيعبد مزاجه من دون الله جل وعلا، يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه يعني. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذه وردة. وعندنا نفس الأمر بالسوء، امرأة العزيز لما راودت يوسف عن المعصية وفعلت ما فعلت، ما ليش دي من الشيطان. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وعند الدنيا الملء إليها يجعل الإنسان دني الهمة والعياذ بالله جل وعلا. نعم. لكن النفس الأمارة بالسوء كمان يا شيخنا بتكون اتربت 11 شهر مع الشيطان على المعصية، فممكن هي تشتغل لوحدها. نعم. طيب يا شيخنا نعود إلى موضوع العمار. نعم. يعني حدثنا عن فزع العمار لأهل الدور والبيوت. فزع العمار على صور عدة. طبعا وارجع أقول للناس، إحنا بنتكلم في مادة علمية عقدية. نعم. بخلاف الناس اللي بتتكلم عن الأمور دي بس من أجل الكلام. لأن إحنا انتقلنا من الملائكة ثم إلى الجن ونروح الحياة البرزخية بإذن الله. طب استوقفك شيخنا دقيقة واحدة عشان طيب الهاتف بيقول لي المخرج من فرنسا. طيب نتلقاه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك ويبارك في الشيخ محمد الزوبي. آمين يا رب، بارك الله. ربنا يبارك فيكم، إحنا نبارك للشعب المصري البطل في العاشر من رمضان. آمين. أفادي خالد بن الوليد ودي سعد بن وقاص والقعقاع. نعم. انتصاراته في رمضان، وربنا يخلي الشعب المصري كله منتصر يا رب. امين يا رب. ربنا يبارك فيكم ويبارك في هالقناة الطيبة ديت، ويبارك بالشيخ محمد الزغبي الأسدي ده. اللهم امين. في عاوزين نسأله سؤال، ربنا يبارك فيه. دي يعني الجن.
يشه دين اسمه ناس كتير يا حبيبي يا شيخ محمد الزغبي يقول للود بتاعه انت يا جني يا شيطاني يا عفريتي انت مثل العفريتي يسهي كده يتكلموا معي يقول لي ابن الصغير انت عفريت الهاجات ديات دينا ولا مشتاقين ودينا بس عاوزين يهبك يا شيخ محمد الزغبي يا محمد يا شيخ محمد الزغبي نعمله يا حبيبي الله يحفظك وربنا يبارك فيك وعاوزينك نلتقي فيك ربنا يبارك حاضر ان شاء الله ربنا يبارك فيك ومش عاوزين نتقلوا عليكم وربنا يبارك جزاك الله خير شرفتنا يا استاذ محمد جزاك الله خير هو بيقول يعني الواحد بيقول لابنه انت عفريت انت شيطان لا يجوز على الاطلاق نعم. ولذلك نهينا عن ذلك ليه لانه حينما يشبهه بالعفريت قلنا العفريت هو اقوى مارد عتي في الشياطين والعياذ بالله جل وعلا من هذه الفصيله وقلنا لا يجوز ان يشبهه بالشيطان لان الشيطان والعياذ بالله هو راس الضلال ولا يرجى منه خير قط ولذلك يعني حتى يعني محترمه جدا اللي قالها الشيخ محمد ان فعلا يجب على الناس ان يتتنبه في التربيه من اطلاق هذه الالفاظ يبقى احنا ننصح يعني اهالينا في البيوت ان هم ينتقوا الالفاظ مع الاولاد ما يقولوش عفريت يعني التنبز التنبز بالالقاب والعياذ بالله طيب الواحد لو عايز يقول على ان ابنه يعني نشيط شويه يقول له ايه لا 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 يقول له مثلا يقول له كلمه طيبه تعلي همته بارك الله فيك حفظك الله جل وعلا تشبه بالكرام تشبه باصحاب النبي ما يجيش يقول له تشطارد زي الشياطين الحمر مثلا نادي الاهلي لا ما تقولش الشياطين الحمر ده هم اخواننا وبيصلوا وبيصوموا وعارفين ربنا ومسلمين وكويسين ولذلك انا يعني بطالبهم يعني ما يطلقوش اللفظ ده مره ثانيه المفروض ينصرف نعم بارك الله فيك وبيقول على الزمالك الملايكة لا لا عشان لابسين أبيض وكده لا برضو مش معصومين بارك الله فيك سيب. طيب نوضع الفزع العمار الفزع العماري على صور عدة نعم أول صورة بظهور الخيالات والأوهام والتشبه بالرجال والنساء يعني يا باشمهندس أقربها ومش عايز أدي فيها روايات كثيرة تفضل يعني مثلا ممكن أكون قاعد في البيت بقربها المشاهد وأحس بخيال عدة جنبي كده هذا عامر مكان بس مش كل حاجه ممكن انسان جبان بطبعه ويخاف بطبعه ممكن هو يتوهم تبقى مشكله جدا نعم. الامر الثاني ممكن يستشعر يعني شيء مشى كشخص بس بيبقى ظل مجسم واحيانا يرى شخصا يظهر زي ما ذكرنا في الروايه السابقه فينتابه ما ينتابه ليه لان الشيء ظهر له فجاه حتى وان كان ضعيفا يعني نفتكر كان لنا جيران قدامى جنب بيتنا كان برضو العامر وكانوا يقولنا تعالوا شاهدوا يعني كان يظهر عندهم بكيت ثم كيت ثم بعد ذلك يظهر بشكل رجل طرقي العمة الخضراء والبتاع الخضراء وكيت حتى أنهم استأنسوا على الصورة وما كانوا يخافونها على الإطلاق من ليل أو نهار هذه صورة الصورة الثانية على هيئة أفاعي ودي أكثرهم لأن الأفاعي دي شياطين مسخت بهذه الصورة بتبقى أفاعي وكلاب وبعضهم يرى أنها وأرانب إلى آخر هذه الصورة وقطط إلا السوداء يجي مثلا يظهر فيه توهم وتخيل يجي عمر المكان يظهر عليه أفعى بس أفعى غير مرئي يجي الإنسان يحس أن في أفعى في ظهره ثعبان في ظهره يجي يعمل كده ويبقى حاس ما يلاقيش حاجة خالص في بطنه يجي ما يلاقيش أي حاجة خالص تحرك بجواره ما يجد شيء دي إحنا بنسميها صور من فزع العمار يجي مرة ثانية يلاقي كلب أسود نايم كل يوم في مكان ما هو وباقي على هذه الصورة بس غريب له من الجيران وله من كيت وظهر فجأة تحدث هذه الصور في الأرياف مثلا ممكن يلاقي أشياء كثيرة من الطيور أو كيت كثيرة ثم تختفي هذه برضو من صور فزع العمار التي ذكرها أهل العلم في المسألة برضو بيظهروا على إيه ما يسمى برمي أهل الدار ودي ذكرها السلف يعني ذكر منها كثير من الصور يعني يبقى مثلا نايم كده يلاقي حد أشبه بينادي عليه فجأة يلاقي مثلا زي ضرب طق خط في النوافذ خط في الابواب يعني زي ما لك ايه الباب اترزع يا ابني والله انت متاكد يا هلا الباب اترزع الشباك ضرب يا هلا ده يكون يبدا تلاقي الاب يهتز والام يهتز وهي حاجه تافهه جدا ملهاش اي قيمه على الاطلاق معي ثم الرمي بقى يبقى اشبه بحصى او ما يسمى ودي حضرت الاب النضر وان كانت الروايه حينما عدت الى اسنادها رايت فيه كلاما لكن المعنى حدث لكثير من اهل الصلاح الروايه دي تقول لك ان الرجل ده كان في داره ففجأة بقوا يسمعوا أصوات بعدين قالوا لهم بقى اتركوا جوارنا يا أبا النضر سيبوا كده خرجوا يبقى جن فاشل يبقى المكان مكانك عامل زي اليهود الأرض أرض فلسطين أيوه. ويسموهم عليها لا اخرجوا احنا بنطالب بطرد لول لأنهم متطرفين لأن لول إرهابيين شو الأمور مقلوبة ازاي صرخ صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وصح في صحيح سنن أبي داود
يأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قال ومن رويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمور عامة حرمية وسلبين أرض غيرهم والعالم كله معهم والعياذ بالله جل وعلا. هنا برضو اتركوا جوارنا يا ابني ده بيته بيته جاي لك بيته بقولك اترك يا أخي ابعد عننا سيبنا في حالنا ده بيتي يا جدعان ده بيت أمي. يعني فكرنا بلطيفة كده عشان برضو الجمهور ما يخافش. أنا بحب أدخل لطيف لسبب واحد عم أخرج من سلسلة الجن بالذات. كان راكب العربية وديت وبعدين أم داهس واحد كسره فقام الصول جاي يا حمار موت الرأي كسرته. قال له أنا عاطله 100 هيرن 100 تلاكس. قام رايح للي متكسر قال له يا حمار مش عاطيك 100 تلاكس. قال له أنا كنت أرعى كرسي جوه المحل. فانا اتركوا جوارنا اتركوا جوارنا. على ايه اللي بيحصل؟ وبعدين بدأ الرمي بقى الرمي وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالهواتف وذلك صنف ابن أبي الدنيا كتابا كاملا. فلما فضلوا يرموا أن بعث بقى للمحاربي رسالة لابد يسأل أهل العلم مش هروح لطبيب نفسي ولا لطبيب عادي للإمام المحاربي ولابن إدريس والمهم لثلاثة وابن أسامة. أم المحاربي قال له حدث كان فيه بئر في المدينة كان ماء يرشف يعني جابوا مية وقرأوا عليها القرآن وسكبوها فإذا نار تخرج اعمل عندك يعني هذا الشيء. جاب طبعا الماء وقرأ فيه القرآن ثم رشه في زوايا قرأ عليه سورة البقرة ورشه في زوايا الدار كلها. قالوا فلم يسمع شيئا بعد ولم يرى شيئا بعد. معايا كده؟ مش عايز اطول في حته العمار بالذات عشان برضو ما يقولوش الشيخ خوفنا ولا اي شيء. لو ما فاضل دقيقتين بس. طيب في عندنا صور ثانيه لعمار الدار الا وهي ما يظهر للاطفال. نعم. ودي مهمه جدا عايز يعني برضو انبه الاهل عليها. هو يشتكي لك انا شايف واحده لابسه اسود انما ملامح ما عندوش اي ملامح على الاطلاق. التشكل بصوره سوداء لا اكثر من ذلك ولا اقل. يجي مثلا ينادي على الطفل يقول فلان بين علي انا سمع صوت فيه كيت. ويكون فعلا هذا الولد صادق في رؤياه صادق في إحساسه. يجي العامر هذا يتلاعب بالصبي وهو نايم أو بالبنت الصغيرة وهي نائمة لكن في أماكن الله يحفظ دون ذلك يبدأ الولد إلى آخر هذه الأمور. بل ممكن يحدث من الولد صور وأشياء الأب يظن أن الولد بخلل عقلي أو الولد هذا فيه شيء لن يجعله فيما بعد متزن بالعكس وهي أزمة وبتمر بإذن الله جل وعلا. ولذلك أقول البيت الذي به مثل هذه الصور هو بحاجة إلى قراءة سورة البقرة هو بحاجة إلى تلاوة كتاب الله جل وعلا هو بحاجة إلى النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بحاجة إلى المحافظة على الفرائض الله جل وعلا من صلاة وما شابه ذلك هو بحاجة إلى الالتزام الشرعي في الزي أيضا ما يبقاش متبرجة تأتي بالشياطين في البيت ما يبقاش فيه كلب يخلي الملائكة ما تخشش البيت الحبضة ما يبقاش والعياذ بالله رب العالمين فيه بقى مسلسلات فاضحة ولا أفلام قادحة ولا كلام عيب ولا غني والعياذ بالله اللي هي بتجيب الشياطين يعني زي قال ابن القيم رحمه الله هي تأتي بالشياطين إتيانا هي تجيب لهم الشياطين كلها وتخرج الملائكة الحبضة. يبقى في الحالة دي البيت أنت منتظر ايه من هذا البيت؟ يقول لك اعمل ايه؟ شوفوا لنا حل. هو انت اصلا مع احترامي كنت خدت الاسلام الى بيتك عشان تطلب حل. المشكله انك جعلت بيتك مناره للشياطين والعياذ بالله جل وعلا مرتعن لك. جعلته مرتعا للشياطين والعياذ بالله فصاروا يلعبون به كما يلعب الصبي بالكره. اذا لابد من تلاوه كتاب الله جل وعلا وبخاصه سوره البقره لابد من المحافظه على الفرائض والصلوات لابد من الالتزام بالزي الشرعي للرجل ايضا وللمراه ما يبقاش راجل كيت وينزلك بشورت لغايه هنا وكشف عن عورته وفاكر يعني انه ماشي في نيويورك مشفي وهو تلاقي كرشة قد كده ومنظر يعني مشين. هذا حتى ما يليق بالرجال بالمسلمين بالموحدين على الإطلاق برجال التوحيد اللي المفروض يكون حراره الأقصى من 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 عشرات السنين. أيضا المطلوب أيضا من البيوت هذه الأكل من حلال. الأكل من حلال بالذات إنسان مرتشي قاعد يجمع رشوة من هنا قاعد يأكل أموال الناس بالباطل حرامي لص يأخذ لو فلس لو فلس يعذبك الله به في الدنيا ومن يهن الله فما له من مكرم. هتلاقي ابنك ده والعياذ بالله سلطت عليه الشياطين والثاني عنده صرع من قبل الأخلاط والثالث والعياذ بالله رب العالمين عنده كيت وهتلاقي البيت كيت ومراته كل شوية بتتمرغ في الأرض تتقلب كما تتقلب الدابة على الصعيد. بيت بيبقى خراب بيت دمار بيت إرهاق بلا المروح يلاقي الطمأنينة يلاقي السعادة يلاقي الروح يعيش في جنة الدنيا مع الزوجة الصالحة. لا ده هو يقولك أنا بدخل البيت جهنم الحمراء بخرج برتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك أقول لأمثال هؤلاء إن الله قيد لكم الشيطان
فهو لكم قرين. وذلك آن لنا أن نتصالح مع الله. نعم. آن لنا أن نتمثل بالملائكة التي كنا نتحدث عنهم إن شاء الله. نعم بارك الله فيك شيخ كريم. وأعتذر يعني المقطع أن الوقت قد يعني انتهى. ونأمل من مشاهدينا ألا ينتابهم الخوف أو القلق. وننصحهم بأذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم وتعلية اليقين بالله عز وجل. نعم بارك الله فيك. الشكر لك يا شيخ الكريم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا ومتقبلا. والشكر لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله عز وجل في موعد 11:40 بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من نور لقوله صلى الله عليه وسلم.